ضمن مباراة الدوري العام لكرة السلة في موسم 75-1976 التقى القادسية وكاظمة، ويومها كانت هذه مباراة حماسية بدرجة كبيرة، خصوصا وأنها تجمع القادسية وكاظمة. بتلك الفترة القادسية وكاظمة تقريبا هما أفضل فريقين، يعني كانوا منافسين لهم أكيد ما في شك، العربي الكويت وفرق أخرى، ولكن كاظم القادسية هم المتسيدين. وقيمت هذه المباراة على صالة ثانوية كيفان، وانتهت المباراة بفوز كاظمة ب61-60. مثل كاظمة في هذه المباراة عبد الله المنصور، ياقوت، عبد الله الشمروخ، غانم الشطي، جاسم عبد الله، سعد عبد الوهاب، ومثل القادسية كل من محمد البدر، فهمي الخضرة، مساعد منيس، أحمد الزنكي. وهذه المباراة بتعليق الزميل السابق طبعا دسمان بخيت، وكالعادة كان الحضور الجماهيري الكبير يملأ صالة كيفان. ياسم من كاظمة 5 أخطاء، يطلع جاسم، جاسم يطلع، عبد الله هو اللي دش ناحية الجاسم نمرة 8، الزنقي بيشوت الشوطة الأولى بيجيبها، صارت النتيجة 48-52 لصالح كامل، وباقي 6 دقائق لربع. الشوطة الثانية الزنقي وكييفا بيشوت الثاني 49-52، الكرة عند ياقوت، ياقوت إلى كرة تطلع برا، كاظمة، صالح كاظمة، كرة عند المنصور، يعطيه ياقوت، ياقوت بليك، ياقوت، ياقوت، يعطيه سعود عبد الله، عبد الله طلع كرة سعود إلى برا إلى عبد الله منصور، عبد الله منصور يهوش يرجع إلى ياقوت، ياقوت سعيد، ياقوت ياقوت بيشوف من بعيد، ياقوت ياخذها محمد البدر، محمد البدر بيعطيها الفهمي الى زنقي، محمد البدر ياخذها عبد اللطيف، عبد اللطيف كره كاظمه، سعود عبد الله بيعطيها ياقوت الى منصور، منصور محمد البدر بياخذها، محمد البدر طويل بياخذها، محمد البدر بهذا اللعب يعطيها فهمي خضرة، فهمي الخضرة محمد البدر، محمد البدر برجع الى فهمي الى مليس، مليس بشوت بيب حسين هو مليس، تكون النتيجة الان، النتيجة الان منصور عنده بيطلع البر، واحد وخمسين 54 لصالح كاظم، يبقى سعود بيحط مليس عند الكرة، مليس يعطيها عبد اللطيف ياخذها منصور، منصور سعود عبد الله ما تجي، سعود عبد الله بعطيها مميز، مميز بدش عبد اللطيف حلوة. النتيجة الآن 53-54 لصالح كاظم، الكرة عند المنصور، عبد الله المنصور يعطيها ياقوت، ياقوت من بعيد، ياقوت محمد البدر، تايم اوت وقت مستقطع، خذها كاظمة وقت مستقطع كاظمة، النتيجة 54-53 لصالح القادسية كاظمة، وباقي من الوقت 3 دقائق الى ربع. شايفين قدامكم نادي كاظمة موجود، قادسية قدامكم الان، زنقي 4-6 عبد الوهاب عبد اللطيف، ثاني 12-7 مميز محمد البدر من رابع، ودي نادي كاظمة 7 ياقوت
اللي هو 17 بس وهذه النتيجه 13 الا ربع، النتيجه 54 53 صار كامل. هذا نادي كامل اللي قدامكم، الكره لصالح كامل عند عبد الله منصور، بدش الكره الى سعود الى نمرة 5 الجديد سالم زايد، الى سعود، سعود عبد الله نمرة 6 الى 4 عبد الله المنصور، بيهوش بيطلع البور ما تجي يحضر عنه بالبدر، وفاول على 5 زايد سالم زايد. شوت محمد البدر، شوتين، الشوطة الأولى ما تجي محمد البدر، الشوطة الأولى ما تجي محمد البدر، الشوطة الثانية محمد البدر ما تجي بعد، ياخذها الزنقي، زنقي كرة واقفة، كرة واقفة، كرة صح القادسية، زنقي دشها حق فهمي، زنقي بشوت من بعيد ياقوت الى سعود عبد الله، الى سعود عبد الله نيس بيطلع، بيطلع نيس سعد، سعود عبد الله الكرة عنده، سعود، سعود سبعة فاول على منيس، مستعرض سعود، النتيجة الآن 54-55 لصالح القادسية، باقي دقيقتين ونص، وشوتين حرتين لكاظمة، يشوتهم سعود عبد الله نمرة 6، كرة واقفة. الشوط الأولى سعود عبد الله مكاظمة بتجي، يتعادلون 55 الكل، 55 الكل، 55 الكل. الشوط الثانية كاظمة سعود ما تجي، ياخذها فهمي، فهمي إلى إلى محمد البدر، محمد يعطي زنقي، زنقي زنقي بتجي 57 55 القادسية صارت المقدمة الآن، زنقي بياخذ كرة محمد البدر نمرة 5 سالم زايد، رميتين سالم زايد يعمل فاول على محمد البدر، رميتين رميتين القادسية، النتيجة 57-55 لصالح القادسية. واللي يشوت محمد البدر اللي بيشوت رميتين، رميتين شوف عبد الله، سيد عبد الله الحكم بحاجة، سيد عبد الله انه كابتن الفريق. الشوط الأولى محمد البدر بشوت ويجيبها، بيصير 58 58 55 58 55. الشوط الثانية محمد البدر قادسية بيجيب الثاني، بيصير 59 55. يابوس يعطي سعود عبد الله المنصور، بيحاول يعطيها نمرة 5 الجديد بنقطتين، بيصير 57 57-59. زنقي الكرة عند زنقي، زنقي إلى فهمي، إلى مميز، إلى فهمي، إلى زنقي، إلى فهمي مرة ثانية، فهمي إلى مميز، مميز
بلطي ما تيجي ياخذها من ايس مره ثانيه ليس مرة ثانية ليس بيقوش ما يجيبه يطاول على سعود عبد الله يطاول على سعود عبد الله وسعود خمس أخطاء شخصية وباقي من الوقت دقيقة ونصف دقيقة ونص هذا قدامكم قابلة نمرة 4 زنجي و7 ميس حتى ماقف بالنص ماسك الكرة ساس القادسية شوتت شوتين مرتين وباقي 57 ساس القادسية وباقي دقيقة ونص ينزلون القادسية وراهم عند الحكم بوسط نادي كاظمة 4 لعيبة فقط ان ما عندهم احتياط القادسية 5 في الملعب شايفينهم شايفين يظلوا بالشوطة الأولى النيس بيشوف الشوط الأولى بصير نتيجة 60-57 للقادسية الشوط الثاني النيس ما تيجي الثانية احتجاج من ياغوت على الحكم الحكم عمل عليه تترك الفاول خطأ شخصي خطأ متعمد خطأ متعمد وهذا الخطأ الرابع على ياغوت شوتين لان من الوقت 3 دقائق لازم كل فاول بشوتين كل فاول بشوتين الآن باقي دقيقة الا ربع الشوط الأولى بشوطة فهمي ما تجي الشوطة الثانية الشوطة الثانية بشوطة فهمي ما تجي وراح عند ذراع عبد اللطيف إلى زنجي زنجي بهد اللعب إلى مليس إلى محمد البدر محمد البدر بيلف ما تيجي بياخذها عبد الله المنصور عبد الله المنصور بيجيب حلوة منصور بعد المنصور النيس بيدش الكرة الآن نتيجة 59-60 والكرة عند النيس النيس بيعطيه زنجي زنجي إلى زنجي مرة ثانية بيشوت ما تيجي عبد البدر الى النيس النيس الى الكره تطلع ترجع الكره باقي دقيقه الا ربع الكره عند ياغوت يعطيها 5 سالم زايد جديد الى ياغوت يهوش ياغوت يعطيها سالم جديد يعمل خطأ على عبد الله منصور النيس 5 أخطاء وباقي نص دقيقة بالضبط والنتيجة 59-60 لصاحب القادسية يطلع النيس الآن ويدخل محله 15 يوسف القطان لا يزالون 4 لعيبة بالنسبة لكاظمة هو ياقوت وعبد الله منصور وسالم زايد وعباس عبد الله شوتين كرة واقفة الآن
الشوط الاولى عبد الله منصور اربعه بالشوط الاولى يجيبها يتعادلون 60 كل وباقي 5 دقيقه الكل باقي 5 دقيقه الشوط الثانية الشوط الثانية عبد الله منصور عبد المنصور الشوط الثانية بشوط عبد المنصور الثانية ما تجي ما تجي ياخذها عند بن بدر 12 فهمي الى عبد الله عبد اللطيف الى فهمي زنقي زنقي بشوط ما تجي محمد البدر محمد البدر ما تجي شوتين 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 بيطلع عبد الله منصور عبد الله منصور بيعمل فاول بيقطع البورد سريع وبيدش عليه بيعمل عليه فاول بيعمل عليه منه فهم الخطا النتيجه الان 60 الكل بقى قدامكم 3 دقائق دقائق 3 دقائق فهمي الخضرة يطلع 5 اخطاء شخصية الان قدسية 4 وكاظمة 4 4 ب 4 4 لاعبين ب 4 لاعبين كاظمة 4 والقدسية 4 والنتيجة 60 وباقي 3 دقائق والشوط الاولى المنصور ما جات عبد الله منصور ما يجي بالشوطه الاولى الشوطه الثانيه لعبد الله المنصور الشوطه الثانيه لعبد الله المنصور وتجي يصير 61 وياخذها 5 ومثال زايد يطلع ويطلع فيها عبد الله منصور يعطيها تنتهي المباراه ب 61 60 لصالح كاظم.